السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم الفيديو رح يحكي عن موضوع كتير مهم عم يتداول على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، وكتير ناس عم من الرقم التعريفي تبع الجوجل أدسنس، تمام؟ عم تجيك رسالة إنه بيقولوا لك إنه أدخل الرقم التعريفي، تمام؟ هلا الناس عم تقلك انه شو هذا الرقم التعريفي. انا هلا رح اشرح لكم شو هو الرقم التعريفي بهذا الفيديو، تمام؟ تابعونا للاخير مشان تعرفوا الموضوع وتعرفوا كيف تتصرفوا بهذا الموضوع ان شاء الله. من فضلكم يعني نشوف فيديو جديد، اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن مشاهدات. يلا خلينا نبلش. حبايبي، هلا اول شغله بنساويها بنفتح على جوجل وبنكتب عنا هون جوجل ادسنس مثل ما كن شايفين، تمام؟ بعدين بنفوت على انملدون جوجل ادسنس، بيكون بالعربي تسجيل دخول على جوجل ادسنس، تمام؟ نكبس عليها، نستنى شوي ليفتح. هلا هيك بيكون فتح عنا هون، تمام؟ بس يفتح عنا على هي الصفحه الرئيسيه شو بنساوي نحن؟ بنكبس عنا هون على هاي اشارة الاستفهام اللي هي للمساعدة، تمام؟ نكبس عليها، هي بتجي للمساعدة، تمام؟ بعد ما نكبس عليها هون بنكتب عنا هون كلمة ID شخطة اللي بتجي من تحت، تمام؟ بعدين بنكتب verification، تمام؟ وبنعطيه هلا بحث. بعد ما نعطيه بحث، تمام؟ بعد ما نعطيه بحث بنفوت على اول وحده اللي هي مشكله في نموذج رفع الهويه لاثبات عنواني في حساب ادسنس، تمام؟ هلا في نقطه لازم تعرفوها وكتير مهمه. شو هي النقطه؟ هي الطريقه بامكانكم تستعملوها بحاله واحده. شو هي؟ انه انتم تكونوا محققين $10 اللي لازم تحققوه أول ما تفتحوا وتربطوا قناتكم من جوجل أدسنس. يعني أنتوا بس يكون محققين $10 عنكم بالقناة، وبتكون أنتوا رابطين الأدسنس وأموركم كلها تمام، وبدكم أنتوا تفعلوا البين تبع القناة تبعكم، بتستعملوا هاي الطريقة. هاي واحد. اثنين، هاي الطريقة بتستعملوها إمتى؟ بعد ما تكونوا أنتوا طلبتوا رقم البين 3 مرات. يعني بعد ما انتم تطلبوا رقم البين 3 مرات، تمام، تستخدموا هي يعني انتم بتكونوا طلبتوا مثلا اول مره البين ما اجاكم، بعد 28 يوم لازم ترجعوا تطلبوه مره ثانيه، تمام؟ بعد ما تطلبوه مره ثانيه كمان بتستنوا 28 يوم، اذا ما وصلكم البين خلال 28 يوم تطلبوه مره ثالثه. بعدين المره الثالثه اذا طلبتوه وما وصل البين بتفوتوا ساعتها وبتستعملوا هي الطريقه اللي انا عم قلكم عليها. يعني في نقطتين لازم تنتبهوا لهم. اول شيء لازم تكونوا محققين $10 اللي هن اول شيء لازم تحققوا، تمام؟ بعدين لازم تكونوا طالبين رقم البن 3 مرات. اذا ما وصلكم بهال3 مرات بامكانكم انتم تستعملوا هي الطريقه اللي انا عم قلكم عليها. هلا الناس بتقلك شو هو الرقم التعريفي. هلا في رقمين تعريفيات. هلا رح اورجيكم انا هلا كيف الطريقه اللي بتصير تعرفوا شو هو الرقم التعريفي تبع الحساب وشو رقم التعريفي تبع البين تبع تاكيد انك انت صاحب الحساب، تمام؟ هلا خلينا نكمل. نكتب هون مثل ما قلنا ID شخطه verification، بعدين بنفوت على اول وحده مشكله في نموذج رفع الهويه لاثبات عنوان حسابي. هلا اللي ما بيكون عنده $10، ما له محقق $10، تفرجوا شو بيعطينا هلا. بعد ما نكبس عليها بدنا نفوت هون، بيفتح لك هيك مشكلة في نموذج دفع الهوية لإثبات عنوانك في حساب أدسنس. هلا هون لازم نكبس على هذا الرابط، شايفينه هذا الرابط؟ هذا الرابط اللي احنا بيهمنا، نفوت عليه. تفرجوا هلا يلي بيكون ما له محقق لسه $10، تمام؟ يلي بيكون لسه ما له محقق $10، شوفوا شو بيقولوا له. بيقولوا أداة حل مشاكل رقم تعريف الشخصي في أدسنس.
عندما تبلغ أرباحك أدسنس الحد الأدنى للإثبات ملكية الحساب سنرسل إليك فعليا رقم تعريف PIN اللي هو التعريف الشخصي، هو اللي هو البين، هذا هو رقم التعريف الشخصي البين. تمام، لإثبات صحة عنوان الدفع يمكنك استخدام أداة حل المشاكل بهالقصصة وإلى آخره. هون أنت بما أنه نحن ما نم حققين العشرة دولار لسه، فشو بيقول لي هون؟ إذا كنت أحد شركاء يوتيوب يرجى التأكد من تسجيل دخول إلى حسابك في أدسنس أثناء استخدام أداة حل المشكلة. تمام، بنقول له هلا هون نحن نعم، هي اللي ما لم حقق العشرة دولار. بعدين بنقول له التالي، تفرجوا شو قال لي هون. لم يتم استيفاء الحد الأدنى لإثبات ملكية الحساب، يعني أنت حسابك لسه أنت ما حققت العشرة دولار لحتى تحسن تستخدم هي الطريقة. تمام، ليكو كاتبينا عندما تبلغ أرباحك النهائية 10 دولار أمريكية أو ما يعادلها بالعملة المحلية سيتم إرسال رقم التعريف الشخصي عبر البريد العادي إلى العنوان الدفع متعلق خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. تمام، ومن المتوقع أن تستلمه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وأربع أسابيع تاريخ الإرسال البريد. يعني أنت بيرسلوا لك هني البريد، فتستنى أنت من أسبوعين لأربع أسابيع ليوصلك البين. تمام، هاي نقطة. هلا هاي بتصير معكم للناس اللي ما لم حقق لسه العشرة دولار، هاي أول طريقة. بس اللي ما لم حقق العشرة دولار لا يعذب حاله ولا يستعمل هاي الطريقة، يستنى ليحقق العشرة دولار بعدين يستخدم الطريقة. هلا اللي هشرح لكم إياها، بس راح أشرح لكم إياها بالصور. تمام، يلا خلينا نروح عليها للطريقة. هلا هاي الطريقة للناس اللي محققة العشرة دولار وطلبت البين كود، طلبت البين كود ثلاث مرات وما اجاها البين كود. فهي بالحالة شو بتساووا؟ بتفوتوا بتفعلوا البين كود تبع حسابكم مشان تمشي الامور عن طريق هي الطريقة رح قلكن عليها هلا، اللي هي عن طريق البطاقة الشخصية تبعكم او عن طريق رخصة القيادة او عن طريق جواز السفر، اي شيء يثبت شخصيتك. هلا بنرجع بنفوت على ادسنس وبنكبس على علامة الاستفهام اللي فوق تبع المساعدة، وبنكتب كمان نفس الكلمة اللي أنا كاتبها هون ID verification. تمام، بس نكبس عليها منفوت على إثبات رقم تعريف الشخصي ببطاقة الشخصية. تمام، ما منفوت على أول واحدة مثل ما فتنا بالأول شيء، لا منفوت على إثبات رقم التعريف الشخصي ببطاقة الشخصية. بعد ما نكبس عليها، بعد ما تكبسوا عليها بيفتح لكم هيك إثبات رقم التعريف الشخصي ببطاقة الشخصية. بتنزلوا لتحت لتحت لتحت، بعد ما تنزلوا بتلاقوا هذا الرابط، بتلاقوا في حدا سائل عن الموضوع وقايل انه في عنده مشكلة كذا وكذا وكذا، فبتلاقوا بيكونوا حاطين رابط، ليكو كاتبينكم هون رابط اثبات ملكية الحساب. تمام، ليكو مكتوب رابط اثبات ملكية حسابك. هلا بعد ما يفتح لكم على هاي الصفحة فرج شو مكتوب هون، رقم التعريف الشخصي PIN البين كود. تمام، اللي هو البين كود. هلا شوفوا شو كاتب لكم هون، انت اذا كان مجمع العشرة دولار وامورك ماشية يعطيك هاي الخيارات. تمام، اتفقنا هلا انه هاي الطريقة للناس اللي محققة العشرة دولار وفوق. تمام، طيب هلا شوفوا شو عم يقولكم هون، تحقق من أن أرباحك تزيد عن 10 دولار وكذا وكذا. طيب اللي بعده، واحد سجل دخول إلى حسابك على جوجل أدسنس، يعني أنت لازم تكون مسجل دخول. هلأ أنت تتأكد أن أنت مسجل دخول من حسابك النظامي تبع جوجل أدسنس، عم تعمل العملية من جوجل أدسنس. تمام، طيب اثنين انتقاء يا صفحتك الرئيسية، تظهر كمان المواضيع هاد، تحط له على أول وحدة إجابة نعم. تمام، تحط على نعم. بعدين عم يسألك هلأ السؤال الثاني، هل تسلمت رقم تعريف الشخصي لتلقي الدفعات المستحقة لحسابك على أدسنس؟ يجب على جميع الناشرين إثبات صحة العنوان عن طريق تسليم رقم التعريف الشخصي أو إدخاله. رقم التعريف الشخصي اتفقنا اللي هو البين، البين كود هو رقم التعريف الشخصي. تمام، أنت استلمته شيء؟ إذا استلمته بتقول له نعم، إذا ما استلمت الرقم بتقول لهم لا. تمام، فهون اللي ما لم يستلم الرقم بيحط لا. هلا السؤال الثالث عم يقول لك، هل سبق أن طلبت ثلاث أرقام
تعريف شخصية بديلة، يعني أنت طلبته للبين كود أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وما وصلك، تمام؟ فأنت إذا طالبه لهذا الرقم ثلاث مرات وما وصلك بتقول لهم نعم، تمام؟ فأنتوا هون بهالحالة إذا مأرسلين الثلاث طلبات وما وصلكم الرقم بتحطوا له نعم، إذا لا أنتوا مو مأرسلين ولا مرة طلبوا كذا وما طلبتوا بتقولوا له لا. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد ما تكبس له نعم بينقلك على هاي الصفحة، شايفينها؟ هون عم يقول لك إنه معلومات حساب جوجل، هون لازم تحط الاسم مثل ما مكتوب حسابك بجوجل ادسنس، شو مكتوب بتحط هون هذا الاسم. بعد ما تحط الاسم انت هون الاول، بعدين تحت بتحط اسم العائلة، بتحط اسم العائلة مثل ما مكتوب بادسنس تماما، تمام؟ تحت بتحط البريد الالكتروني، بتحط البريد الالكتروني نفسه الايميل يلي انت حاطه على الجوجل ادسنس اللي انت عم تستخدمه هلا للجوجل ادسنس، بتحطه كمان هون للايميل. بعدين بتنزل لتحت بتطلع هون كاتب لك البريد الالكتروني الثانوي، يعني بتحط انت بريد، بتحط عندك اذا عندك ايميل تاني غير ايميل ادسنس مشان يتواصلوا معك عن طريقه، تمام؟ بتحط انت ايميل تاني هون. اتفقنا؟ اتفقنا. عنا هون كاتبين لك يرجى اختيار خدمة جوجل المتأثرة بالمشكلة، يعني انت مشكلتك مع شو؟ مع جوجل ادسنس ولا مع جوجل بلاي ولا مع كذا؟ هورجيكم كيف. تكبس عليها بيطلع لك هيك انه عملك انت مشكلتك مع جوجل بلاي ولا مع جوجل باي ولا اعلانات ولا ادسنس ولا جي كذا ولا خدمات اخرى ولا خدمة اخرى. لا، انت بتقول له مشكلتك مع ادسنس، تكبس على ادسنس. بعد ما تحدد له على ادسنس يقوم هون عندك هلا تحت بيقول لك معرف الملف الشخصي لحساب الدفعات، اللي بده يعرف منين بيحسن يجيب الرقم المعرف الشخصي لحساب الدفعات. هلا رح اورجيكم كيف، تفرجوا كيف هلا بالفيديو. بنرجع بنفتح على جوجل حساب جوجل ادسنس تبعنا، تمام؟ بتجيبوا هذا الرقم لكم، شايفين مكتوب عنا هون رقم، هي لكم مكتوب كلمه الاعدادات، تحت الاعدادات مكتوب هون ادسنس بي او بي، وهذا الرقم يلي قدامه بتنسخه من عند البي او بي ولاخر رقم تنسخوه وبتعملوا له هنيك لصق. هلا بعدين تنزلوا تحت بتطلعوا هيك بتلاقوا هون مكتوب عنكم نماذج بطاقات الهويه المقبوله هي، يعني انتم هلا لازم تحطوا لهم صوره الهويه تبعكم، تكونوا مجهزين صوره الهويه ملف بي دي اف او تكونوا مصورينهم وعاملين لهم تحديد ومزبطينهم. هون شوفوا شو حاطين لكم الشغلات اللي بيقبلوها: رخصة قيادة، صفحة معلومات جواز السفر. ما رح طول عليكم الفيديو، انا تقرون انتوا هدول الهوية اللي يكون عندكم اثباتات بتحطوا لهم اياهم، تمام؟ تنزلوا هلا لتحت بتلاقوا هون مكتوب تشويس فايل، عم يقول لكم اختار الملف اللي بدك تحطه، بتكبسوا عليها بقوم يفتح لكم على ملفات الكمبيوتر تبعكم او الموبايل اذا عم تشتغلوا عن طريق الموبايل، تمام؟ تختاروا الملف اللي هو صورة الإثبات اللي حتحطوه أنتو، بعدين بتقولوا له نعم، تختاروا عليه. بعدين آخر سؤال هون كاتب لكم: هل يظهر عنوان المنزل على الجهة الأمامية من بطاقة الهوية؟ يعني أنت الإثبات اللي بعثت لهم إياه مكتوب عليه العنوان بالصفحة الأمامية أو لا بالصفحة الخلفية؟ فإذا كان نعم مكتوب بالصفحة الأمامية بتقول له نعم، إذا كان لا بتقول لهم لا، فهنا بيشوفوه بالصفحة اللي وراء، تمام؟ اخر شيء بقى انتم هلا هون تعطوه ارسال، بس تكبسوا له ارسال بيوصلكم ايميل، وهذا الايميل بيقول لكم انه تم ارسال طلبك خلال 24 ساعه ل 48 ساعه راح يتفعل حسابك ويكون امورك كلها بخير وكلها تمام. بعدين بقى بيبعثوا لك رساله على الايميل بيقول لك انه تم تفعيل حسابك، تاكدنا من الوثائق اللي انت بعتها. طبعا اذا كانت الوثائق اللي انت باعتها نظامية وكلهم طابق وكله تمام يقولك تم التفعيل، اما اذا كان في مشاكل بالوثائق اللي انت باعتها، في اختلاف في الوثائق، في شيء مثلا مو واضح غير المعلومات اللي انت حاطها بالادسنس بيقولك انه نحن ناقصنا كذا وكذا وكذا، تمام؟ يعني لازم تعرفوا انه اذا انتم مثلا لا سمح الله حدا مقدم معلومات غلط غير الموجودة بالادسنس ممكن يبعثوا لك انه انت المعلومات اللي قدمتها غلط، صححنا كذا وكذا وكذا. اما اذا كانت المعلومات كلها تمام وكلها مطابقه مثل جوجل ادسنس وبطاقه والامور كلها تمام بيقول لك انه تم التفعيل امورك بخير وكله تمام. تمام حبايبي،
حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله أكون شرحت لكم بطريقة جيدة وتكون وصلت لكم الفكرة اللي هو شو هو الرقم التعريفي اللي الناس كتير عم تعاني منه. هاي الطريقة صارت بين إيديكم. إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.